الغاية من هالمعرض الخيري هيدا هي مزدوجة. أولا مساعدة الناس بتقديم ثياب لإلهم وأدوات منزلية وأحذية متنوعة بسعر كتير منخفض. هيدي الأغراض كلها اللي شايفين قدامكم ناس قدموها للجنة الخيرية وطبعا تبرعوا فيها، واللجنة الخيرية راح تبيعها لناس محتاجين بأسعار يعني تقريبا رمزية. الغاية منا إذن هي مساعدة يلي بدهم يشتروا ويلي الناس اللي بتساعدهم بشكل عادي وطبيعي اللجنة عن طريق الريع اللي رح يجيها من هالمبيعات اللي رح تصير. هاي وهي أول مرة بصير هالنوع من العمل الخيري هيدا. جرب إنه بس نساعدهم شوي، ويعني عم نعتبر كأنه عيلة من عم تنتقل من إيد لإيد، يعني إنه هذا هدفنا. دائما بالكتاب المقدس يقول كتير حلو، بيقوله مار بولس إنه العطاء أكثر غبطة من الأخذ. والشيء اللي نعمل اليوم هو مبادرة من اللجنة الخيرية لحتى مساعدة العوائل المستورة والأشخاص يلي بيحب يكون عندهم أشياء هن بيتمنوا تكون موجودة ما أنا موجودة عندهم. الأوضاع اللي نحن فيها كل فلس كل قرش بيروح إلى المكان المناسب، بيكون مساعدة للناس في الصمود في تحمل ضغط الحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية اللي عم نعيشها.